باقا فيه الحشمه ولا لا؟ يعني هنايا ما بقاش بزاف، ما حيتش كتشوف بزاف ديال الاشخاص يعني اللي ما كيحترموش الاخرين، ولا كيكونوا يعني ما كيحترموش والديهم، ولا بزاف ديال الحوايج. اش غنقول لك، باقين ولاد الناس وباقين، واش غنقول لك، كاينين باقي الناس كيحشموا، باقي الناس كيخافوا من الله، وباقي الناس كيحشموا، كاينين الناس عاود يكرهوك في الحياه ويكرهوك، ما تقولش حتى السلام ت الله، ما تقدرش تقول عليهم، ما تقدرش تدوز من حداهم. حتى انا عشت وجربت بوحدي هنا، طحت في ولاد الناس وطحت في الناس اللي كرهوك في الحياه. يا والله طبيعه الحال فيه الحشمه كتبقى، يعني صفه اخلاقيه راه ما عندهاش سميتو بالنسبه للاخلاق، غير كتختلف من 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 مجتمع لمجتمع بطبيعه الحال، وكتختلف حتى الزمان، حتى هو ملي كتطور الانسان عاود المراه كتطور، كيقولوا شي مسائل اللي كانت في واحد الوقيته حشومه دابا ما بقاتش حشومه مثلا. وكاين الحشومه، انا بالنسبه لي الحشومه اللي متعارف عليها على الصعيد العالمي، يعني حتى بالنسبه للاجانب راه عندهم المسائل ديالهم اللي كتضبطهم فين كيوقفوا هما. الحشومه بالنسبه للمجتمع ديالنا خصنا نحترموا، يعني المجتمع المغربي اللي كنعيشوا فيه. باقي غير الواحد خصو يقلب مزيان وصافي، كاين بنات الناس وكاين كل شيء الى دو تو. الحشمه في هذا الوقت هذا انا قلت لك سمحت، ما بقاتش يعني بقات الا القليل، لا اللي هما يعني بقاو محافظين على الامور ديالهم، وكانوا عايشين في واحد الوسط يعني مزيان، يعني مربين على هذيك الاخلاق هذيك وبقاو يعني تابعينها ابان عن جد. اما المرحله اللي حنا عشنا فيها كانت حتى المراه ما كتخرجش من الدار، ما كايناش هذه القضيه، ما كايناش ممنوحيه اصلا. اش غنقول لك اختي، بالنسبه للحشمه في الزمان ديالنا بالنسبه للمغرب كيختلف ما بين الشمال والجنوب وما بين منطقه لمنطقه. كاينه مناطق كتحافظ على الحشمه والجمال، وكاين الحشمه المهم كاينه مناطق كتحافظ على الحشمه، وكي حتى ديك كما قلت لك الحشمه والجمال، كاينه مناطق باقيين كيلبسوا ديك النقاب وديك الشيء، يعني كتشوفهم باقي محافظين على الاصاله ديالهم والتراث ديالهم. كاينه مناطق تحررت 100% تقريبا، ولينا كنحسوا براسنا كنعيشوا في دول غربيه في بعض، مثلا طنجه على سبيل المثال فيها جوج ديال الاصناف، فيها متحررين 100% وفيها محافظين عاوتاني. ما مشيتي كاين هكا هكا، ولكن كيطغى التحرر على الحشمه. الصراحه لا، ما بقاش بزاف الحياه، ما كاينش قليل اللي باقي كيحشم، الحياه ما بقاش بزاف في هذا العصر ديال دابا. لي جون على حسب، يعني على حسب الوسط فين مربي، يعني واش مربي في واحد الوسط اللي هو يعني غادي هذيك الحشمه، يعني واش غادي واش كبر معاها وغادي يكملها في حياته، ولا ما كبرش معاها، يعني غادي يعني كاين على حسب الوسط فين عايش وصافي.